يبدأ اعتبارا من غد الجمعة الموافق 26 من أبريل العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 والذي أقره مجلس النواب في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي. وينص القرار على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة. وبناء عليه يتم تقديم ساعة اعتبارا من منتصف الليلة بواقع 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحا بدلا من الثانية عشرة.